عبد الله، هلا. ذبحتونا يا المنشدين والشعراء، دائما تمدحون الضعيفة والرشيغة، وش رايك بالمتينة؟ المتينة من صدقك هي فرح الدنيا اصلا هالمتينة. واسمع اسمع شو اقول لك على المتينة. يا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا يا لا 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 من قديما علامات عين ومبسم والجسم والرشاقة، لكن كسر هالقاعدة المتينة من واقع ما هو كلام وبلاغة، واللي محليهن ولوهن ثقيلات دايم مخفف الدم فيهن لبقه. الله الله يا هن يا جماعة لطيفات، وعلى الكلام الحلو فيهن طلاق. ما هو ضروري بالرشاقة رشيقات، زود الوزن ما هو بيعني إعاقة، زود الوزن ما هو صحيح الله صحيح الله صحيح. بعض اللبس يعني إهانات، الوزن بالضيق عديم العلاقة، بس مو ضروري يلبسن استرتشات يا زينهن، واللبس واسع نطاقة. لا بارك الله فيك يا الضيق بالذات، ترى السعة مرات تعطي أناقة، ترى السعة قالوا رجيم اليوم هم البنيات، قلت الرجيم أدري يبيله فراغ، وقالوا رياضة قلت ما هن مريضات، للسكري لا ما معهن بطاقة، قبل هن الله بلا رجيم ورياضات، بهدي لهن مني من الورد فاقة، بهدي لهن مني. هذا المجتمع الرقيقات، هن ملح هن سكر لذيذ مذاقة، هن ملح هن سكر هم 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 هم. هن لا سألتوني عن الحب بسكات، بقولي ان فيهن على الحب طاقة، ما هو كلام اللي كتبته وشعار، انا اربطتني مع متينة علاقة، انا اربطتني مع انا اربطتني مع يا زينتش علاقة.